السلام عليكم، إيمان رميلي، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمطاعم المصنفة. اليوم جينا في إطار لو بروغرام جو سياحة، اللي هو بروغرام ناجح جدا و تري انتريسون لهذا المهنيين ديال المطاعم، حيث هو كاين فيه ليد على انفستيسمون. الشي مطعم يلا بغا يحل ادوسي على انيماسيون بيان سور، فيه لينيرجي فيرت. كلنا كاع المطاعم خاصهم هاد لا دورابيليتي، خاصنا ندخلوا في هاد السيستيم ديال دورابيليتي، ولي دار ديجيتاليزاسيون اللي هي ما نقدروش. دابا مطعم راه ما يقدرش باقي يزيد القدام اللي ما عندوش لا ديجيتاليزاسيون. دوك هو بروغرام مهم جدا، وتنتمنى كاع المطاعم يستافدوا منه ويجروا راسهم فيه ويستافدوا من هذا البروغرام اللي وزارة السياحة عطات لنا، وهو بروغرام ناجح جدا. بالنسبة لك يعني حنا هضرنا، سمعتك بزاف المرات تهضري على الاستثمار وعلى المشاكل ديال المستثمرين، واش هاد بو السياحة عادي ينجح في هذه القضية ديال استقطاب المستثمر؟ هي ما نقدرش ناخذ ان بروغرام اللي غادي يصاوب لينا يعالج لينا كاع المشاكل، راه ما يمكنش. ولكن هو بروغرام يلا بروغرام جديد، ناخذ هذا البروغرام نخدموا بهذا الشيء اللي عندنا، وابخي نطلبوا حاجه اخرى نزيدوا شويه لقدام. ما يمكنش شي حاجه تعالج لينا كاع المشاكل، هذا بروغرام واحد نعالجوا كاع المشاكل، ما يمكنش.